السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا كونترول يونت مثل المنوضة، عنا ماركة كيهن لهوندا سيفيك 2003. رح نقوم بصيانته بعد ما نقوم بعملية التنظيف مثل المنوضة. عنا ما حدا يستغرب، تابع الفيديو للآخر، ما تنسى تعمل لنا اشتراك وتفعل جرس التنبيهات إذا ما انك مفعلهم، وتكتب لنا بالكومنت تعليق يدل عن اخلاقياتك العالية وتشجعنا على الاستمرارية. خلونا نبلش الفيديو لليوم. مطلوب واضح انه ما حدا يستغرب، رح نستعمل مي، فرشاية او فرشاية اسنان، اكيد رح نستخدم معجون اسنان كلازب. ممكن اسنان ومسوسة. هلا بعد ما قمنا بعملية التنظيف مثل ما واضح عنا، بنقوم بتنشيف الكونترول يونت حتى ما يتبقى اي نوع من انواع اصهار المي، ومنكفي الخطوة الثانية لنقوم بصيانة هالكونترول يونت. أكيد الخطوة الثانية منجيب حجر جلق هلا. اكيد المرحلة الثالثة رح نقوم فيها ازمير وشاكوش. نقوم بتهديته منيح، والمرحلة الأخيرة. ووصلنا بالمرحلة الأخيرة، منجيب سطل زبالة منكبه بسطل زبالة، وبتجيب كمبيوتر جديد.